بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. مبروك للاهلاويه، مبروك لكل من ينتمي للمنظومه الاهلاويه، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي ولكل جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني والجهاز الاداري والفني والطبي ولاعبي النادي الاهلي الثلاثيه، بطوله الدوري وبطوله الكاس والبطوله الغائبه عن النادي الاهلي منذ 7 سنوات، بطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله الاعظم بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. الجيل الحالي من لاعبي النادي الاهلي يستحق ان يكتب اسماءه في تاريخ النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي الكبير المليء بالبطولات وبالالقاب. هذا الجيل يستحق ان يكون موجود، خاصه ان هذا الجيل جيل مميز على المستوى السلوكي وايضا على المستوى الفني. دي كانت رسالتنا قبل بطوله دوري ابطال افريقيا او قبل المباراه النهائيه، وقلت لهم هنا في برنامج الاشبال اكتبوا اسماءكم بحروف من ذهب في تاريخ الاهلي. فعلا كان لاعبي النادي الاهلي كانوا في المعاد في بطوله دوري ابطال افريقيا وايضا في بطوله الكاس، كاس مصر. بطوله او الثلاثيه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي هي رساله مهمه للاشبال والناشئين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كل من يلعب في النادي الاهلي او ينتمي للنادي الاهلي هو ده قدر كل لاعبي النادي الاهلي، بتلعب على كل البطولات. وزي ما قال حارس مرمى النادي الاهلي اللاعب الكبير او الحارس الكبير محمد الشناوي، اتعلمنا واحنا صغيرين في النادي الاهلي ان المركز الثاني زي المركز الاخير. علشان كده دي كانت رساله مهمه من لاعب كبير وحارس مرمى كبير محمد الشناوي لكل الناشئين في النادي الاهلي، انك انت بتلعب على كل البطولات، المركز الثاني زي المركز الاخير بالظبط. في النادي الاهلي لو بتدور على الطموح، بتدور على المال، بتدور على البطولات، بتدور على التاريخ، أكيد ده كله هتلاقيه موجود جوه النادي الأهلي.